الحياة فهم زهرة الحياة لايف سبوت أخبار ومواعيد رياضية على الحياة فهم أخبار الرياضة على الحياة فهم. صباح الخير صباح النور، اهلا وسهلا بكم في لايف سبور. البدايه بكاس تونس لكره القدم نسخه الزعيم فرحات حشاد، اليوم الموعد مع مقابله الدور النصف النهائي الثاني بدايه من 6 متاع العشيه في الملعب الاولمبي حمادي العقربي برادس. النادي الافريقي باش يستضيف النادي السبيقسي بسفره الحكم هيثم قيرات. نذكر انه المقابله هذه باش تكون منقوله مباشره على قناه التاسعه وقناه الدوري والكاس القطريه. بالنسبة للتحضيرات، الكلوب أجرى البارح آخر حصة تدريبية وتشكيلته باش يشهد عودة مجموعة من العناصر الأساسية على غرار زهير الذوادي، أمدو سابو، شهاب العبيدي وإدم قرب بعد تعافيهم الإصابة. في المقابلة السياسية ستحول البارح للعاصمة للإقامة ليلة المقابلة وتشكيلته باش يشهد جاهزية الثلاثي الأجنبي، هما كل من الموريتاني إسماعيل دياكيتي، العراقي حسين علي والغيني نبي كامارا، في أول مباراة رسمية للمدرب كريم دلهوم على رأس الإطار الفني للسياسية. في أخبار أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الملعب التونسي وصل تربصه التحضيري في عين دراهم، والبارح فريق باردو انهزم أمام الأولمبي البلجي هدف مقابل صفر في مباراة ودية توقفت في الشوط الثاني بسبب خلاف بين ملاعبية البقلية وبعض الجماهير، وهدف البلجي الوحيد حمل توقيع المهاجم أسامة بوغرة في الشوط الأول. رسميا المهاجم التونسي يوسف العبدلي توصل الاتفاق من اجل فسخ عقده بالتراضي مع فريقه اهلي جده الناشط في الدرجه الثانيه السعوديه. نذكر انه العبدلي عمره 23 سنه وقضى شهر ونص فقط مع فريق الاهلي اللي انتقل له يوم 26 جويل الفارط قادم الاتحاد الرياضي المنسيري. في أخبار لاعبين المحترفين، نادي مونبيلي الفرنسي أعلن عن اختيار المهاجم الدولي التونسي وهبي الخزري كأفضل لاعب في الشهر أوت الفارط، واللي كان نجح منذ انتقاله لمونبيلي في تسجيل زوز أهداف، هدف أمام بي إس جي في الجولة الثانية وهدف أمام بريست في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي الممتاز. نغيروا الاختصاص ونحكيوا على كرة اليد. البارح كان الموعد مع مقابلة الدور النهائي لكاس تونس لموسم 2021-2022 في قاعة رادس متعددة الاختصاصات ودون حضور الجمهور. الترجي الرياضي التونسي توج بلقب الكأس للمرة 28 في تاريخه بعد انتصاره على النادي الافريقي في الفينال 33-27، وبالتالي تتويج الافريقي بلقب البطولة مقابل تتويج الترجي بلقب كأس تونس. هو نسمع المدرب المصري للترجي باسم السبكي وفرحة كبيرة بعد الأحراز على كأس تونس. الحمد لله المباراة كانت باهية، الحمد لله احنا كان الأفضل ليا من أول المباراة. نادي الأفريقي من الأندية الباهية الكويسة فعلا تلعب هاندبول راقي، والحمد لله ان احنا قدرنا نكسب بالفرق ده، حاجة تتحسب لنا الحمد لله في بداية الموسم، وان شاء الله يبقى موسم سعيد علينا بإذن الله. حضر البطولة العربية ان شاء الله والبطولة الأفريقية بعدها ان شاء الله. النادي الأفريقي عمل انتدابات اكثر من الترجي، 8 لاعبين تمام، والحمد لله احنا الانتدابات اللي عندنا ساعدتنا لان كانت انتدابات مدروسة الحمد لله رب العالمين، والحمد لله ان ربنا كرم بالفوز دوت الحمد لله. بس حاجه اقولها، انا بشكر زوجتي جدا لانها الفتره اللي فاتت كانت واقفه ورايا جدا 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 من الضغط العصبي اللي كنت فيه، والحمد لله مبروك ومبروك للترجي واحنا الترجي الحمد لله. في الكرة الطائرة، منتخبنا التونسي وصل مشاركته في بطولة العالم وبعد تأهله للدور الثاني كأفضل صاحب مرتبة ثالثة. اليوم منتخبنا التونسي باش يواجه نظيره البولوني في مقابلة الدور الثمن النهائي بداية من 8 متاع الليل، واللي باش تكون منقولة مباشرة على القناة الوطنية الثانية. في التنس، لعبتنا التونسية أنس جابر المصنفة خامسة عالميا تواصل مشاركتها في بطولة أمريكا المفتوحة، واليوم سفيرة السعادة باش تواجه اللعبة الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا المصنفة 18 عالميا بداية من 4 متاع العشية بتوقيت تونس في مقابلة الدورة الثمن النهائية. خارج تونس في الجولة الخامسة من البريمير ليغا الإنجليزية، إيفرتون يفرض التعادل على ليفربول 0-0، تشيلسي تفوق على وستهام يونايتد 2-1، وأستون فيلا تعادل أمام المان سيتي هدف مقابل هدف. في الجولة الرابعة من الليغا الإسبانية، ريال مدريد تفوق على ريال بيتيس 2-1، وإشبيليا نازم على أرضية ميدانه أمام البارسا 3-0. في الكالتشيو الإيطالي سيريا، أهم واجهات البارح في ديربي ميلانو، والميلان يحسم المقابلة بانتصاره على الانتر 3-2، ولازيو روما ينقاد الهزيمة على أرضية ميدانو أمام نابولي 2-1. في الجولة الخامسة من البوندسليغا الألمانية، باير ليفركوزن انهزم أمام فرايبورغ 3-2، ونيون برلين تعادل أمام باير ميونخ هدف مقابل هدف.
في الجولة السابعة من ليغ آن الفرنسية، أوكسير انهزم أمام أولمبيك مارسي 2-0، أولمبيك ليوني تفوق على أنجي 5-0. نختم نشرتنا بمعلومة صحية تساعد الرياضة في الحفاظ على صحة القلب ونشاط الدورة الدموية، بالإضافة للمساهمة في تحسين عملية التنفس. هذا كل ما عنا في أخبارنا الرياضية، أجمل تحيات سيدة ترابلسي وإن شاء الله نهاركم زينة. لايف سبور، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM.